صبحكم الله بالخير والمحبة أحبتي مشاهدي ومتابعي شاشة زاغرس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في جولة صباحية. اليوم راح تكون من داخل سوق غازي أو المسمى بسهام العبيدي. اليوم راح ناخذ جولة كاملة، ننقل لكم بالصوت والصورة أجواء سوق سهام العبيدي لهذا اليوم. احنا قبل ما نبلش الجولة جاي من الحجي، فقلنا لازم نبلش وياك، انت الخير والبركة، فصباح الخير والعافية. صباح النور يا ورد الورود. الله يخليك. حجينا جولتنا عامة، احكي لنا عن السوق، عن حركة الناس، عن هذه المنطقة تحديدا. تحديدا هاي كان سوق غازي قبل. زين. وبس الشارع هو هذا كان، وشوية شوية ما شاء الله هسه صارت. هاي بيا سنة كان شارع واحد. هاي بالسبعينات وبالستينات. اي. يعني هم كان اكو ناس يعني خلينا نقول تجاري. مو تجارك، ومحلات اكو، محل مال حلاق، محل مال شو اسمه، يبيعون مواعين ومواعين. اي، وشويه شويه توسع وصار هذا الشارع هيجي صار سوق. زين. شو وقت سميه بسهام العبيدي؟ كان سوق غازي. كان سهام، من جاء سهام العبيدي؟ لانه هذا المحل محل كبير وكذا واشتهر المنطقه. اي. هو كان قبل يسموه سوق غازي. سوق غازي. اي. كله تمام. زين، بين الماضي والحاضر ايهما احلى؟ لا هسه طبعا اكثر بضاعة ومحلات وكذا وعالم، قبل ماكو احد يعني. حجي احنا ما عرفنا اسمك. اسمي منيب. منيب؟ اي، مهندس منيب. على راسي استاذ. استاذ. تحن للسبعينات؟ والله السبعينات حلوة. وايد يحجون، احنا ما شايفيه ولا معاصرية، بس يقولون حلوة، شنو الحلو البيئة؟ كانت يعني الحياة اهدى، الاشياء احسن اكثر. هسه هوايه صارت اشياء الشارع بعد ما يتقبلها، يعني العالم هوايه طلب، هوايه تمام، هي بضاعه وهذا، بس يعني مو مثل الاول، كانت الحياه ابسط. وهسه الانفتاح والسوشيال ميديا وتفاصيل كلش هوايه تطور. اي صحيح، كلش تمام. الله يعطيك الصحة والعافية استاذنا العزيز، وشكرا جزيلا. تمين، مرحبا، اهلا وسهلا. الله يخليك، شكرا جزيلا. عيوني عمو. عبتي المشاهدين، اذا جولتنا اليوم من داخل سوق غازي سابقا وحاليا سمي بسهام العبيدي. خلونا ناخذ الجولة داخل هاي الاسواق. شلونك انت حبيبي؟ لا خالص. شو اخبارك حبيبي؟ شو صافن، ايش بيك؟ والله تعبان من الشغل. ايش تشتغل؟ ابيع مي شاي. الله يرزقك ان شاء الله. كل يوم يعني تتواجد بهذا المكان لو تغير مكاناتك؟ مرات اشتغل، اروح على المعاملاتي اذبنهم كتله من الزباله. زين. اي، من انا ويا جماعه اشتغل ابيع شاي مي. حلو. شو نسوي لحد هاي العيشه؟ الحمد لله. الف الحمد لله والشكر. زين، يوميه ساعه ايش تبلش شغل؟ وش وقت تبني شغل؟ اجي بالسبعه اروح بالايش بنفس الوقت، اميل بالسبعه. يعني من السبعه للسبعه 12 ساعه. اي. شو نسوي؟ الحمد لله. الله يساعدك. وين بيتكم؟ حي العمل. ان شاء الله الله يرزقك من اوسع الابواب حبيبي، ويكون شغلك افضل وافضل وتتطور شويه شويه. لين باوع، هي العافيه بالتدريج. تبلش شويه شويه، واكو مقوله شو تقول؟ اتعب. شنو؟ تلعب. تلعب. انت اتعب هسه حتى بعدين تلعب. تمام. الحمد لله. الله يرزقك يا حبيبي. حبيبي الله يحفظك. سلمك. احبتي المشاهدين، مستمرين في جولتنا من داخل سوق سهام العبيدي. والسلام عليكم وصباح الخير، شلون الصحه؟ حياك الله. الاحوال؟ الحمد لله وشكرا. يلا من قال؟ اسم حضرتك؟ ابو ابراهيم. ابو ابراهيم، ابو ابراهيم صار لك ايش قد بهاي المنطقة؟ والله تقريبا بال 25 سنة، اقدم واحد بالسوق انا. ما شاء الله، وين يا هو محلك؟ هاي بسيطة. زين، صار لك 25 سنة. شلون السوق قبل وشلون السوق بيومنا الحالي؟ السوق قبل كان أحسن، راح تقول لي ليش؟ كان قبل لا اكو مولات، لا اكو هاي، السوق حركة قوية، وهاي هسه الأمور تغيرت. كلها محلات كثرت وهاي، والبضاعة قامت تجي بعد أقوى وأقوى وأقوى. يعني أنت هم أكيد تتطور مرور الزمن فتجيب أقوى وأقوى وأقوى. صح، أتطور وياك، بس المشكلة شنو أنت تحكي لي؟ المشكلة أنه السوق ده يصير يضعف، أستاذي العزيز يضعف السوق، كثرة البضائع تضعف السوق. أنا عندي فد ملاحظة، ما أعرف إذا هي صحيحة أو خطأ. حاليا صار الترويج والتسويق كل على السوشيال ميديا. يعني انت اليوم بسطيتك، خلينا نفرض عندك كذا ايتم. انت حكيتها نفسك هسه، هاي البيجات زين هم تاثر على السوق. وانا جيت وياك هسه، انت لما عندك بسطيه او عندك محل، اللي يجيك للمحل يشتري هذا زبون، ومن نسوي بيج
ويجوك ناس يشترون منك من البيج هم باعتبار عندك محل ثاني هم دي يجوك منه زبائن. زين ليش ما تسوي تهم بيج وتواكب؟ صدق استاذ بيج ما عندي. ليه؟ شوف هنا اذا انت ماذا تواكب؟ مو ما واكب، مسافات بعيده والحاجه انه ياخذها من المحلات اقل من ياخذها من البيج، فكل من شغله وعمله، فالبيج ما اقدر له. بس لو تسوي بيج يكون شغلك افضل. نسال الاخ ونشوف يخالفني الراي لو يوافقني. والله كل من له رايه. زين خلينا نشوف راي الاخ. رايه شوف. الله يساعدك وصباح الخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت الحديث اللي دار؟ سمعته من اخ. شنو رايك؟ تخالفني الراي لو توافق الراي او توافقني؟ والله هو قلت لك شغله البيج شغله يعني اهل المحلات من حقهم أن يسوون بيج أو يسوون يعني تروج يروجون وكذا. أول شيء جالهم ثقيل، ثاني شيء السوق ضعف، لازم يبي يسوي بيج. أنت صار لك إيش قد بهذا المكان تحديدا؟ 20 سنة. نال 25 سنة ما شاء الله. أي والله ثابتين 21 سنة و 25 سنة. الله أي والله إذا مو أكثر. أي والله زين. السوق اليوم شلون تشوفه؟ حركة الناس أقبالهم بالعيد كان زين، العالم تجي نبيع لها وعلى حسب المناسبات والأعياد نخليها على صفحة منتهي منها، الشغل يكون بها حركة، لكن بالأيام الاعتيادية يصير ضعيف. من أي ساعة إلى ساعة تفتح؟ أنا أجي الساعة بـ8 أروح الساعة بـ9 بالليل. أيوة يعني 13 ساعة إذا مو 14. أيوة زين. وحدك لو أكو حد وياك يعاونك؟ والله وياي ولد هم يعاونني شوي عيني. الله يرزقكم إن شاء الله. وشكرا جزيلا لك يا حبيبي. مرحبا شرفتوني أستاذنا العزيزي. أنت من نشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله 25 أو 26 سنة صير 40 وخمسة. هاي إذا طيبين مو نشتغل يعطيك الصحة والعافية. إذا مو ده نشتغل ونودي للطبيب يا أستاذ. الله يعطيك الصحة والعافية ويرزقكم من أوسع الأبواب. شكرا جزيلا. يبارك بيك. حياك الله. أحبتي المشاهدين مستمرين في جولتنا. يا الله صباح الخير حبيبي. صباح النور. شلونك؟ الحمد لله. شنو شغلك وصار لك إيش قد هنا؟ شغلي نسائي. محله بسطية؟ لا بسطية. صار لك ايش قد؟ 18 سنة. ما شاء الله. يا مواليد؟ انا 89. ايش قد كان عمرك وبلشت؟ 15. زين اخذتها عن اب عن اخ عن هاي لو انت ابتكرت؟ هي ظروف وصارت يعني واشتغلنا. شلون شغلك اليوم؟ شلون حركة الناس؟ والله هو شغل يعني بيد ربك خو، يعني اكو شغل بس بنفس الوقت من يخلوني اشتغل؟ منو اللي ماذا يخليك؟ يا اما يجيك بلدية يا اما يجي قرار من الدولة، مثلا هسه هذا مال الموظفين مال الدوام متأخر يرجع بالأربعة أربعة ونص تعبان، شو وقت يطلع للسوق يشتري؟ حيرجع ينام يقعد بالسبعة، احنا عزلنا بـ8 صح؟ والبيجات كثرت بنفس الوقت. هو احنا موضوعنا على البيجات حكينا بيه، أخي العزيز سوي بيج، سوي بيج أنت ما خسران شيء. شغلي بيتي إذا يعني. ما تقيسه ما تشتري. صاحب خبرة يعني مثلا جامة بـ8000 أودي لها توصيل بـ5000 هي بجوز تطلب 3 بجايم تقول لك حتى توصيل بجامة. أي كل من وقناعته، لكن أنت حسب خبرتك اليوم صار لك 18 سنة من تقول لك مثلا أنا طولي هالقد وزني هالقد أنت مباشرة تعطيها قياسة مضبوط بالضبط. أنا كأني أعرف القياس بس كهي مو نفس الأريدة، الخامة ما عجبتني. خبت وقت النسوان أنت عايشها وتدري بيها. أنا واقع حال أفضل كأني شغلي أفضل لي. الله يرزقكم ان شاء الله جميع ان شاء الله. وشكرا جزيلا لك يا حبيبي. في دول عمرك الله يحفظك يخليك على قلبك. احبتي المشاهدين اتصور لهنا انا وصلنا الى ختام الجوله، ان شاء الله تكونون استمتعتوا بجولتنا لهذا اليوم من داخل سوق غازي سابقا وسهام العبيدي حاليا. حكينا ويا اصحاب البسطيات، حكينا وياهم على حركه الناس، على مشاكل الزبائن، على البيجات، على تفاصيل هوايه. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا وأخذتوا المعلومة من سوق سهام العبيدي. نقلنا لكم بالصوت والصورة الأحداث اللي تحدث هذا اليوم، أجواء ممتعة وجميلة. فبالختام كالعادة تقبلوا تحياتي وتحيات كادرنا الجميل، وإلى لقاء آخر في أمان الله.